مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. حبيبتي حسنة، وانا احبك واحب كل اهل المغرب. اليوم موضوعنا كثير مهم، كثير 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 مهم، وتوقيته جدا مهم. خلونا نبدأ. راح نتكلم عن كارما 2020، وبعدها راح ناخذ اتصال، وبعدها راح ناخذ أسئلة. طيب، في واحد تقول سريع سريع، مو فاضية. مو فاضية، لا تتابعين، لا تتابعين، أكيد في، يعني إذا في شيء أهم روحي للشيء الأهم. لكن أنا أعتقد أنك أنت ما جيتي هنا إلا في رسالة، يعني في الموضوع. فشوفي وش القصة اللي تنتظرك. طيب يا جماعة، هذه السنة هي سنة كارمية، بمعنى أنها سنة موجودة للدروس بامتياز، وهي سنة طاقتها طاقة كارمية، بمعنى أنها راح تعطي كل شخص الدرس أو الرسالة اللي هم يحتاجون أنهم يفهمونها. والسبب انه بعد هذه السنة، او خلنا نقول خلال الايام القادمة، راح شوية تتغير الطاقة، وراح تكون الطاقة مختلفة عن بداية السنة. خلنا نقول كأننا كنا في لجنة اختبار، وكلنا كان عندنا أسئلة اختبار، وأخذنا أوراق. في بعض الأوراق كانت صعبة، في بعض الأوراق كانت سهلة. وعلى نهاية هاي السنة وخلال أيام، كأن إحنا طلعنا من الاختبار. فلما نطلع من الاختبار، في أشخاص بيكونون كثير أخطأوا أو كثير ما جاوبوا كويس، وفي أشخاص بيكونون جاوبوا كويس. اليوم أنا جاية أقول لك إنه إحنا عندنا فرصة خلال الأيام هذه إنه إحنا نراجع ورقة الاختبار، ونتأكد إنه إحنا حلينا صح، وإنه إحنا يعني فهمنا درسنا صح، وإنه إحنا عرفنا ليش مرينا بالتجربة هذه، أو عرفنا ليش مرينا بالحدث هذا، أو عرفنا ليش مرينا بالشعور هذا. إذا أنت استطعت أنك تطلع من 2020 وأنت معاك ورقة، أو فاهم الحدث اللي صار لك، ليش صار، وإيش المفروض أني أنا أتصرف، وإيش المشاعر اللي مريت فيها، ونظفت أو رتبت أو أعدت ملفات المرتبطة بهذا الحدث، فتأكد تأكد تأكد أن وضعك راح يصير كثير ممتاز في السنوات القريبة القادمة. ممكن بعضكم تفنش من العمل بسبب كورونا مثلا، أو بسبب أي ظروف، يعني كثير من المشاريع خسرات، وموظفين فقدوا وظائفهم. ممكن البعض حصلت له ظروف مرضية بسبب كورونا، أو بسبب أنه هو من الأساس عنده مرض خطير، فما صار في عناية طبية له. في أشخاص يعني ما قدروا يستمرون في معالجاتهم بسبب انه صار التركيز اكثر على الكورونا. في اشخاص مروا بحالات فقد خلال هذه السنة، واختبروا قد يكون شعور جديد او الم جديد. في اشخاص قد يكونون حصل، سمعنا كثير حصلت حالات طلاق، وحالات انفصال، وحالات خلافات
بين شركاء الحياة. في أشخاص قد يكون فقدوا أموالهم السنة هذه، كان في كثير نزيل يعني نزول في الأسواق العالمية، كثير في خسارات مشاريع، بعض التجار خسروا مشاريعهم سواء كانت خسارة طفيفة أو خسارة كاملة ونهائية. برضو يكون فيه نقصد سواء كان الموظف خسر الوظيفة أو كان رب العمل خسر العمل أو خسر جزء من الأموال. أيضا بعض الأشخاص كان عندهم أهداف، كان عندهم أهداف ومخططات، وكانوا يعني بيسوون كذا وبيوصلون كذا وبيحققون كذا، وما صار ولا شيء من هالأشياء اللي كانت موجودة في الجدول صارت أو تحققت. برضو هذا جزء من الأحداث اللي إحنا مرينا فيها أو كثير من الأشخاص مروا فيها. جزء كبير من الأشخاص أيضا دخلوا في حالات اكتئاب وحالات خلنا نقول مشاعر سلبية، خصوصا الدول اللي مرت بالإغلاق سواء الإغلاق الكلي أو الإغلاق الجزئي. فبرضو كثير من الأشخاص يعني اختبروا مشاعر جديدة، قد يكون اختبروا الوحدة، قد يكون اختبروا حالات الحزن الشديد، قد يكون اختبروا حالات العزلة، يمكن مو بس الوحدة، العزلة، انه انت يعني حتى مرات ما عندك خيار انك انت تقابل احد. فكل هذه الاشياء ما يعني قلتهم ما حد نجا من القصة هذه، كل هذه الاشياء اما يكون اختبارك في العلاقات او في المال او في الصحة او في المشاعر او يعني او انك فقدت اهدافك اللي انت كنت ناوي تسويها. فكانت هذه السنة سنة كارمية بامتياز، طلعت كل اختباراتنا على المحك وخلتنا نسأل الأسئلة الصعبة وخلتنا نبحث عن الإجابات الصحيحة. اليوم أنا جاي أقول لك إنه ما لها داعي بعد كل المرحلة اللي خضناها، ما لها داعي بعد كل التجارب المؤلمة اللي مرينا فيها من بداية 2020، ما لها داعي إنه إحنا ننتقل لطاقة أخرى ونقول إيه أوكي انتهت القصة ما مر شيء. فإحنا اليوم نبغى نفهم الرسالة من الأحداث اللي إحنا مرينا فيها بشكل شخصي. كل شخص له قصته، إحنا مو كلنا، قد يكون كلنا تعرضنا لنفس الشيء، يمكن كلنا تعرضنا لقصة كورونا بس مو الكل أصيب. يعني في ناس لأنه كورونا صار عندهم اكتئاب، لأنه كورونا فقدوا العمل، لأنه فالقصص مختلفة، مو كلنا في نفس الدائرة. فإحنا اليوم نبغى نقعد مع أنفسنا، كل فرد بنفسه يقعد مع نفسه اليوم ويسأل ما هي الرسالة، ما هي الرسالة، ليش اللي صار لي صار لي، أنا خلاص أبغى أعدي 2020 وأدخل على الطاقة الجديدة اللي بادية في هذا الشهر، وأبغى أدخل على مرحلة مختلفة، أبغى أنجح في الاختبار، أبغى أكون أديت الاختبار بشكل جيد، ما أبغى أقول أوه يا ليت كنت انتبهت لهذا الشيء، يا ليت كنت خلصت الموضوع في 2020، لأنه لو ما خلصت الموضوع في 2020 ما أعرف متى ممكن يجيك المرة الجاية الموضوع، بس أنت في الغالب علقت في موضوع أو في قصة. اسأل نفسك، لو رجعت الدنيا قبل ما يصير لي هذا الحدث ايش كنت بسوي؟ لو رجعت عقارب الساعة قبل ما يصير لي هذا الحدث اللي صار لي في 2020 ايش كنت بسوي؟ ايش الشيء اللي كان المفروض اني اسويه قبل الحدث؟ وش الشيء اللي كان ممكن اني سويته وكان ممكن منع الحدث او حد من اضرار الحدث؟ وش الشيء اللي كان ممكن اني اسويه؟
هذا سؤال. كنت راح أكون أكثر حذر، أتوظف ولا شيء، ولا شيء معناها في مشكلة، إحنا لسه ما فهمنا الرسالة، أشياء كثير، أترك طيبة قلبي، كنت بخلي رجلي على الأرض، أنظف، تركيز، عدل مشاعري، أتوازن، أحب نفسي أكثر، أحب بس ما أثق، لازم أقرأ، ما أحلم، أنتبه لمشاعري، لا أقاوم التغيير وأتقبل خروج الناس، أنظف الحزن، أكون أكثر وضوح مع نفسي وأصدق حدسي. أوه هذا كلام خطير. أنجز وعالج الخوف، أكون أكثر حذر بالعلاقات مع الأصدقاء، بالضبط اللي أعمل الآن. يا سلام عليك، برافو، هذه هي الفكرة، هذه الفكرة، أنه إحنا نبغى نسترجع وضعنا قبل الحدث ونقول الآن أنا أعرف أن هذا الحدث بيصير، وش المفروض أتصرف قبل، إيش الأشياء اللي المفروض أتصرفها قبل. هذه رسالة مهمة. السؤال الثاني، لو كان في شخص بكرة راح يقع في نفس المشكلة أو المصيبة أو الظروف اللي أنت مريت فيها، وش تبغى تقول له؟ لو كان في شخص بكرة بيمر بنفس الظرف اللي مريت فيه، وش تبغى تقول له؟ هو بكرة بيمر، أنت الآن بتعطيه نصيحة، وش تبغى تقول له؟ وش تبغى تقول لهذا الشخص؟ شخص عزيز عليك راح يمر بهذا الظرف الصعب خلال الأيام القادمة، وش تبغى تقول لهذا الشخص؟ استعدي، ينتبه ويفكر قبل يسوي أي شيء، قاوم ولا تستسلم، نظف مشاعرك قبل لا تقدم، لا تكون طيب لأنهم ترى كذابين، لا تطق الباب كثير، لا تلوم أحد، أنت المسؤول الأول والأخير، تهيأ، عز نفسك، لا ترخص نفسك، عيش اللحظة، لا تسكت، خذ حقك بشجاعة، لا تثق بالآخرين، توازن، اعتمد على نفسك، خليك سلس، follow your heart، لا تنصدم، ممكن تحب بس انتبه تثق، صحتك أهم من كل شيء، لا تأذي نفسك بالتفكير، شعورك هو يحدد النهاية، كن أنت فقط، لا تضغط نفسك، تقبل تقبل تقبل، افهم رسالة كل حدث، توكل على الله، استقل بحياتك، لا تقلق، نظف نظف نظف، الوقت ثمين جدا، اثبت أنت تعرف كل الأجوبة، قوي علاقتك بذاتك، تكيف، تقرب إلى الله، ركز على نفسك، لا يغرك التلميع في بداية العلاقات، حب نفسك، تخلص من الخوف، توازن ولا تعاكس التيار، لا تعافر كثير، الحياة لعبة، تنفس 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 تنفس، تعرف على نفسك أكثر، كن أصدق صديق لذاتك، لا تفعل هذا، وصلت، رفع عن نفسك، خليك واضح، ركز في حياتك، احمي نفسك، حب نفسك، لا توقف، كن حقيقي، ارجع لله، تقدم ولا تتأخر، لا تهمل نفسك، وصلت يا جماعة. إذا في رسالة تبغى توصل في 2020 اليوم، أبغاك تفهم الرسالة وتخلص القصة هذه. عندنا فقط أيام وتدخل علينا طاقة جديدة وتنتهي طاقة الكارمات هذه، وندخل على مستوى
جديد من الأحداث. مستوى فيه جيد وفي سيء، في جلد وجليد وضرب وضريب، وفي أشياء جدا ممتازة. فأبغاك ما تخلص اليوم إلا وأنت عارف الدرس، فاهم الدرس. تبغى تكتبه في لوحة وتعلقه قدامك، تبغى تكتبه في خلفية الجوال، تبغى تقول لأحد، تقول لستة أشخاص، تقول لهم أشخاص عزيزين عليك وتحبهم، تقول لهم أنا فهمت درسي في 2020 إنه كذا كذا كذا، أنا فهمت واستوعبت في 2020 إنه ما كان المفروض أسوي كذا، إنه المفروض إني أسوي كذا وهكذا. فأنا أبغى إنك تكتب وتقول الرسالة اللي أنت مريت فيها واللي فهمتها من هذا الحدث. السؤال الأخير اللي أبغى عشان أختم في موضوع رسالة الكارما اللي مرينا فيها كلنا، ما هو الشعور اللي جربته في هذا السنة وأذاك؟ ما هو الشعور اللي جربته في هذه السنة وأذاك؟ إيش هو؟ إيش هو الشعور اللي جربته هذه السنة كان مصاحب للقصة اللي أنت عانيت منها أو تأذيت منها أو أزعجتك ولو شيء قليل؟ إيش هو الشعور هذا؟ سم هذا الشعور. خوف، غضب، فقد والاحتياج، الغدر، الحسد، الحزن وقلة الحيلة، الخوف والقلق، فقدان الاهتمام، القهر، تقليل من شأني، الفقد والظلم، مهانة، خوف من المجهول، العطاء الزايد. إيش هو الشعور؟ ألم وندم، الغضب، حزن، كره، غضب، خوف، التعلق، الحزن العميق، خوف من المستقبل، الخذلان، الوسوسة، الخوف والضياع، الحرمان، الوحدة، العجز، الغدر والاحتياج والكذب وفقدان الحب والغضب والقهر والابتزاز، الصدمة، صدمة، قهر، خذلان وعجز، ضياع، احتقار، فقدان الأمان، الوحدة والشعور باللا شيء، الخوف والقلق، قلة الحيلة، عدم الأمان، الخوف من الفقد، الإحباط. أحس ما كان في أحد غيري في الحياة، لا شيء، لا مبالاة، خوف ومهانة، ضياع، الخذلان، الذل، الانكسار، تأنيب الضمير. طيب، شفت هذا الشعور المؤلم اللي جربته هذه السنة؟ هذا الشعور لازم تشتغل عليه. هذا الشعور يبغى يقول لك هذه السنة انه حان الوقت انك انت تحل هذا الشعور جواتك. حان الوقت. هذا الشعور اللي انضغط في 2020 هو اهم شعور تشتغل عليه الان في حياتك. هذا الشعور اللي انضغط في 2020 هو اهم شعور تشتغل عليه الآن في حياتك، وقد يكون أهم شيء تركز عليه الآن في حياتك، لأن زي ما قلنا قبل أنه التجربة الأرضية كلها تعتمد على موضوع الشعور، على جسد المشاعر. التجربة الأرضية كلها قضية شعور، فما بالك أنه أنت عندك في هذه الطاقة الكارمية هذا اللي ظهر لك، هذا هو الشعور اللي ارتبط بالرسالة. تمريت برسالة، مريت بحدث أعطاك رسالة وأعطاك شعور. انت الان الرسالة بتكتبها وبتفهمها وبتعلقها وبتحفرها بالصخر، وخلاص قفلنا، فهمت الدرس. الشعور اللي جاء مع الرسالة هذا لازم تشتغل عليه، لازم تشتغل عليه. تبغى
تحضر يوتيوب، تبغى تروح المكتب وتبحث عن كتاب، تبغى تروح عند مستشار، تبغى تحضر عندي كورسات، لازم تشتغل على هذا الشعور تتخلص منه وتفكفكه، او على الاقل تبدا تشتغل فيه، على الاقل تبدا تشتغل، لانه بعض المشاعر تكون كبيره وعميقه يبغى لها وقت. اعرف هذا الشيء، اعرف في اشياء يبغى لها وقت لما تنحفر وتتطلع من اعماق الاعماق، لكن على الاقل انت لانك تتعامل مع هذه الطاقه تقول انا بدات عندي موضوع الفقد بشتغل عليه، انا بدات عندي موضوع الوحده بدات اشتغل عليه، ابدا اسوي بحوثي، ابدا ادخل على اليوتيوب اسمع بعض المقاطع، ابدا مثلا ممكن اروح المستشار اخذ كورس في الموضوع. على الاقل انت ترسل رسائل انه انت بدات، انه انت قاعد تفهم الموضوع. وخلني اقول لك وتاكد من ذلك، هذا موضوع شوي يمكن شوية صعب، بس بحاول أشرح لكم إياه بأبسط طريقة. إحنا ما نبغى منك من 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 هذا الإنسان، من هذه المركبة اللي أنت تقودها، ما نبغى منك إلا النية. طيب، نبغى منك النية، لأنك لما تنوي، لأن الموضوع لما تنوي هو في يدك، الشغل الباقي ما لك دخل فيه. نبغى منك النية. أنت الآن تعيش تجربة وعندك قرار لازم تتخذه، هذا القرار هناك الكثير من الأرواح اللي مستعدة أنها تساعدك، لكن ما تقدر تساعدك بدون ما أنت تنوي، بدون ما تقول أنا نويت أني أحل موضوع الخوف، وبحأدخل على جوجل وسوي بحوثاتك، ادخل على اليوتيوب كذا، نويت يعني حط النية هذه، قل خلاص أنا قررت فعلا أني أعالج هذه القصة، أنا قررت أني أتخلص من الخوف، أنا قررت أني أعالج مشكلة الغضب، أنا قررت أني أتحرر من شعور القهر، أنا قررت أني أتخلص من شعور الحزن العميق، أنا قررت أني أنظف شعور كذا. قرر، انوي. هناك الكثير من المساعدات، افتح الباب، حط النية أنه هذا الشعور بالذات، هذا الشعور اللي ارتبط بالقصة اللي انت تعرضت لها او بالحدث اللي انت تعرضته، اللي ارتبط بالرسالة اللي انت فهمتها في 2020، حط النية وشوي بس كذا، اعمل بحوثاتك، اشتغل ولو على خفيف كذا. طيب، اعتقد كافي ان احنا نفهم انه احنا نمر بمرحلة مهمة، لابد ان نرتب الملف هذا خلال الايام هذه، خلال اليومين هذه، لابد نرتب هذا الملف، نحط النية، نكتب الرسالة، نخلي الامور واضحة، واحنا تونا طالعين من الاختبار، او احنا على وشك نطلع من الاختبار، فخلونا نرتب الموضوع بشكل واضح. طيب، ممكن تعيدين دورة خريطة المشاعر؟ إن شاء الله، يمكن السنة الجاية واللي بعدها نشوف. في كل مرة لما نقفل دورة الناس يجي يقول طيب والدورة هذيك ممكن أحصل عليها، فعشان كذا اللي مهتم إنه يقوم بعملية تنظيف قبل ما تنتهي السنة هذه الفرصة، لأنه الشهر الجاي ما عندنا شيء تنظيف، الشهر الجاي ما عندنا تنظيف، الشهر الجاي كله استعدادات للسنة الجديدة، فمهم إنه نشتغل على التنظيف هذه الفترة. طيب، خلوني أبغى أخذ اتصال يا جماعة، نبغى اتصال، وأبغى برضو أشوف الأسئلة، يمكن تجي أسئلة عندنا مرتبطة بموضوعنا حق اليوم، موضوع الكارما، يمكن يطلع لنا سؤال مفيد للجميع، يمكن فيه نقطة محتاجينها، خلني بس أشيك، احتمال في نقطة محتاجينها، أشيك بس
في كثير أسئلة شخصية على الرسائل، صعب ترى الواحد يجاوب بدون ما يسمع تفاصيل القصة، صعب. كيف أعرف إني خلصت من الكارما وفهمت الدرس؟ سوي الأشياء اللي قلت لك عليها اليوم، اليوم سويها. اكتبي الرسالة كأنك تكلمين نفسك قبل الحدث، وكأنك تكلمين شخص راح يحصل له الحدث، وحطي كذا الموضوع بالخط العريض ولا بالبنط العريض، علقيها قدامك، وحطي النية على تعديل المشاعر المرتبطة بهذه القصة. المفروض إذا سويتي كل هذه ثلاثة أشياء، المفروض المتوقع إنه راح يكون في نوع من الاختبار راح يبين خلال أيام سريعة، ولأنه إحنا حشدنا أشياء كثيرة مرتبطة بهذا الدرس، ففي الغالب أنت راح تتذكرين، في الغالب تقول أنا صح، أنا كاتبة لنفسي إنه أنا أنتبه من الكذابين، أنا كاتبة لنفسي إنه لازم أستعد للم، أنا كاتبة لنفسي إنه لازم أقرر بحزم وكذا، أنا كاتبة. فاللي صار إنه إحنا حطينا يعني كثير أشياء، حطينا كثير أشياء كتبنا، علقناها، تكلمنا عنها، فكرنا فيها كثير، حشدنا لها كثير مشاعر وكثير حواس. فكأنك حطيتي منبه بهالطريقة، كأنك حطيتي منبه، مجرد ما يجي الحدث الآن المرة الجاية المنبه بيرن، عارفة القصة، عارفة الموضوع، على طول يرن المنبه. طيب مين جاهز يا جماعة؟ مين جاهز؟ انترنت كويس؟ سؤال مركز؟ تكلمي عن سرعة الوقت، مو قاعدين نحس 24 ساعة. تكلمت عن الموضوع قبل فترة، ما أعرف وين، في تويتر يمكن، أي في تسارع الآن في الزمن، صحيح في تسارع، وإحنا الآن نحس الوقت أقل من 24، الإحساس حقنا تقريبا على 16 على 15 ساعة، هذا إحساسنا. قلت ابغى اتزوج ثري، لحظه ابغى اتزوج ثري. او شيء احنا يعني مو قاعدين نوزع يعني ازواج اثرياء هنا، مو قاعدين، بس اتصور انه كل شخص، اتصور انه اغلب الاشخاص اللي يطورون انفسهم هم يعيشون الرفاهيه، هذا اللي انا اتصوره عن اي شخص قدر يطور نفسه. طبعا من حقك انك يعني تقولين ابغى اتزوج رجل ثري، من ابسط حقوقك، الخيارات موجودة ومتوفرة، لكن في سؤال مهم، ليش ما نطور الفكرة شوي ونقول ابغى اصير ثرية؟ تعالي قولي لي، بدال ما تقولين لي ابغى اجذب شريك الحياة، قولي لي ابغى اجذب الفرار الحمراء. أنا أبغى أجذب الفراري الحمراء، ليش أجيب الرجال اللي يجذب الفراري الحمراء؟ ليش أحط بيني وبين الفراري الحمراء يعني حواجز؟ ليش الحساسيات كذا؟ ليش أحط ويمكن بعد جايب الفلوس من أبوه؟ وارث يعني، أنا بعدين الولد، بعدين الأبو، بعدين الفراري الحمراء، شو القصة الطويلة هذه؟ يعني انتي مشتغلة ومحسنة مشاعرك يعني مشتغلة على قضية الجذب. طيب انتي ايش تبغين؟ تبغين رجال ولا تبغين فلوس؟ تبغين فلوس؟ على طول على الفلوس، بوضوح. تبغين رجال ثري؟ ما عندي مشكلة، بس ايش ما احب؟ لما العقل اللاواعي يتلاعب فينا، ما احب لما العقل اللاواعي يضللنا وحنا نصدق، نقول ايه احنا نبغى كذا. لا، فكفكيها شوي ورتبيها واسألي نفسك انا وش ابغى بالضبط. يلا
مين ما يجيب فلوس صحيح. انا ما اعرف ليش هي يعني مو رايحه دايركت الفلوس، هذا اللي انا قاعد اقول. صفاء السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي صفاء، اهلا وسهلا. مرحبا. يا حبيبتي من وين تكلميني؟ اكلمك من فرنسا. يا حي الله فرنسا، وهل فرنسا تعرفتيني يا صفاء؟ ربنا يخليك. انا هعطيك سؤال سريع علشان عندي العيال ما حيخلوني. إيه، أنا عندي هدف وكتير يعني فكرة جديدة وكل شيء، والناس يعتقدون إن هالمشروع ناجح وبدخل كتير مصاري، بس الحقيقة مو هيك. أحس إن المشروع لازم له وقت كتير كتير علشان ينجح. إيش سؤالك يا صفاء؟ يعني كيف أقدر أكون مستعدة لهالهدف؟ شنو يعني شو لازم أعمل؟ أنا والله يعني مع أني عندي أطفال ومشغولة كل يوم، بس أحاول أفيق يعني أبذل مجهود كتير علشان المشروع ينجح. بدأت الآن؟ إيه بدأت وعندي يعني عندي زبناء بس قليل قليل، ولما يجوا هم بيستغربوا، بيقولوا لي ليش مشروعك مو ناجح، ليش ما في ناس كتير، يعني هاي فكرة كتير جديدة وإحنا محتاجينها، ويعني كل مستغرب في الحقيقة. خلص أقول لك يا صفاء. شكرا، بارك الله فيك، الله يجازيك بالخير، والله أنت قدوة لنا. أولادك. شكرا كثير حبيبتي. طيب صفاء عندها فكرة جديدة في البزنس، وتقول كل الناس يتوقعون أنها فكرة ناجحة، ويبدو لي أنها فتحت المشروع واكتشفت انه الحقيقه لا، انه المشروع ما سوى لها التوقعات هذه، واكتشفت انه المشروع يحتاج وقت كثير للنجاح. هذا اللي قالت، يحتاج وقت كثير للنجاح. فهي تقول كيف انا اقدر اكون مستعده للهدف. صفاء طبعا يعني انت الان تقولين انا كيف احسن الداخل، يعني حسب فهمي لك تقولين كيف استعد للهدف هذا اللي هو مثلا خلينا نقول هدف الثراء او هدف النجاح لهذا المشروع. فكانه انت تقولين انا ابغى استعد من الداخل حتى يكون الخارج جيد. هذا سؤال جيد، لكن ابغى اذكرك بشيء، وابغى اقول لنفسي اولا ولكل شخص في مجال الوعي، لا تضحكون الناس علينا، ليش؟ إنه إحنا مرات نتجاهل القوانين اللي ماشي عليها الدنيا، لأجل فكرة معينة إحنا يمكن يكون مؤمنين فيها بنسبة 50%. على سبيل المثال، وأقول نفسي وأقول لكل شخص يسمعني في مجال الوعي، لما مثلاً أكل غير صحي
وبعدين اقول انه هذا الاكل الغير صحي ما راح يضرني، لانه انا مؤمنه انه صحتي جيده. جود، ماشي. كم درجه الايمان حقتك؟ كم؟ ايش القوانين اللي مؤمنين فيها العالم اللي موجودين؟ القوانين ماشيه انه تاكل اكل تعبان جسمك يتضرر، على قولتهم بالورقه والقلم وبالجسد الفكري، صح ولا لا؟ سو كونك انك انت يعني تؤمن بفكره خنفشاريه تقول لك انك انت تقدر تطلع من المجموعه وتؤمن بفكره تشتغل عليك، كثير طيب، كثير طيب. لكن اما انك انت تطبن الجبل وتقول انا مؤمن ايمان تام اني راح اطير، وبعدين تطب وتطيح، اقول لك وين ايمانك؟ وين ايمانك؟ احنا ما وصلنا، not yet، ما وصلنا يا جماعه، ما وصلنا. ففي قوانين قاعدة تمشي حولنا، لازم احنا نمشي معاها، لازم احنا نمشي معاها. ما وصلنا لمرحلة انه احنا عندنا حتى يعني وعي جمعي للوعي، انهم بس يتجمعون يؤمنون بفكرة واحدة انه الاكل ما يأثر على صحتهم بالضرر. حتى هذه ما وصلنا لها، كثير اشياء ما وصلنا لها، كثير قدامنا اشياء، كثير قدامنا يعني مراحل كثير عشان نوصل هالمرحلة. فمرات احد يمكن يشوفنا ويضحك علينا، يشوفنا ويقول هذول وين رايحين، هم وين والدنيا وين، ويوصلون شلون ويحققون شلون. فلما تدخل بزنس، ادخل كبزنس. لما تتعامل مع البزنس، صحيح عدل الداخل، استعد. واللي حضر معي كارما ترى يعرف اني انا كثير مؤمنه بهذه الاشياء، لكن برا هذا بزنس عنده اصول وقوانين وقواعد لازم تشتغل عليها، لازم تلتزم فيها، ولو ما التزمت فيها البزنس حقك بيطيح. عدل، ضبط من الداخل، ما اعرف ايش، في قانون مليارات من الناس يشتغل عليهم، وانت ماشي وانت معاهم واحد منهم. انت ما عندك حتى جروب يؤمنون بالفكره اللي انت، ما عندك مجموعه يعني على بعضهم متجمعين ومؤمنين بالفكره هذه، ما في. فمهم انه احنا قبل ما ندخل اي بزنس نشتغل على الداخل، لكن مهم ايضا ان نشتغل على الخارج، ان نشتغل وفقا لقوانين البزنس، وفقا للواقع. هل الفكره هذه في احد يبغاها ولا ما في احد يبغاها؟ يمكن تحتاج دراسه جدوى. هل الفكرة هذه تبيع ولا ما تبيع؟ متى بتبيع؟ متى بتجيب؟ متى بتعطي؟ هل أنا عندي النفس الطويل أني أنا أوصلها للمرحلة هذه عشان تعطيني؟ في بزنس ممكن يجيب لك فلوس في وقت قصير، في بزنس لا، يحتاج نفس. فمثلا تقول والله أنا بدخل هذا البزنس اللي يحتاج 20 سنة عشان ينطبخ، وبعدها بيجيني مليار، بس انا ابدخل وانا بسوي مديتيشن، يعني بسوي كذا يوغا وبشتغل يعني بضبط الداخل وبجيب المليار في سنه. فاقول لك ما يشتغل الموضوع، ما يشتغل. ليش؟ لانه القانون هذا يتبع لمجموعه كبيره من الناس، مليارات الناس، اللي كل ايمانياتهم اقوى منك انت كشخص، كل ايمانيات. وانت في البزنس ما تشتغل مع نفسك، لكن تعال قل عندي مرض خطير جدا اعجز الاطباء وما حد قادر يحل هذا المرض، وانا امنت ونحل المرض، اقول كيف يجي يصير؟ لانك تشتغل على نفسك، صح؟ لحالك، جسدك، صح؟ في لحظه من اللحظات تشتغل على جسدك. بس تشتغل في بزنس مع ناس، شلون الملايين والمليارات هذول الناس اللي بيدفعون لك فلوس، شلون انت تسيطر على ايمانهم؟
ما تقدر إذا في إيمان مخالف لإيمانك، ما تقدر. فمهم إن نفكر بطريقة البزنس لما ندخل البزنس، مهم. ممكن مرات تلقى أشخاص أصبحوا أثرياء بسبب حالة الوعي اللي هم فيها، لكن تأكد أنه حالة الوعي هذه اللي هم فيها لأنفسهم ما هي فقط اللي وصلتهم، في حالة وعي أيضاً فيما يتعلق بالبزنس. يعني مو بس شخص أنه هو واعي لنفسه وواعي للمشاعر وواعي الأفكار، لا، هو أيضاً واعي للشغل اللي هو يسويها وفاهمها وعارفها. فأنا يا صفاء أبغى أقول لك شيء، أبغى أقول لك أنه يعني التصورات اللي عندك عن البزنس قد ما كانت، خلينا نقول، واضحة، ويبدو لي أن الشخص من برا يشوف شيء ولما يدخل يشوف شيء آخر. وأنت أمامك خياري، إما أنك تعطين وقت طويل لهذا البزنس لما يعطيك، وإما أنك تنسحبي به وتشوفين لك بزنس ثاني. ليش أقول لك هذا الكلام؟ لأنه برضو أنت عندك عداد للطاقة، لا تنسين هذا الشيء. والتجار أيضا لما يفكرون في البزنس يفكرون وين عدادهم، وين يوصلهم. لما يفتحون بزنس يفكرون أنا أقدر أدفع لهذا البزنس لسنة ونص أو لسنتين، أقدر أدفع من جيبي بعدين هو لازم يعطيني، أو أقدر أدفع لخمس سنوات بعدين هو لازم يعطيني. فأنت كم تقدرين تدفعين، كم تقدرين تعطين؟ مو بس مال، وقت، جهد، مال، أفكار، إبداع، كثير أشياء. أنا أسألك الآن السؤال الصعب، كم سنة تقدرين تعطين لهذا البزنس مال، وقت، جهد، أفكار، اهتمام، انتباه، متابعة؟ كم سنة تقدرين تعطين هذا البزنس لما يعطيك؟ فإذا أنت الآن أنت تقولين يعني الموضوع يحتاج وقت كثير، طب كيف لو كان بيحتاج سنة؟ كيف لو كان بيحتاج سنتين؟ فلازم الآن أنت تقررين طاقتك وين بتوصلك؟ وين بتوصلك؟ ليش؟ لأنه إذا طاقتك توصلك سنة، على آخر السنة راح يكون عندك مشاعر جدا سيئة، فيها توتر، فيها غضب، فيها قهر، فيها لخبطة. تحسين انه واو ضاعت سنة ما وصلت لنتيجة، او ما حققت شيء. فيصير الموضوع اعقد، ويصير الموضوع يعني يحفر في الفل. واحنا ما نبغى اي مشاعر سلبية تحفر، اي مشاعر سلبية تحفر تبدأ تكون عميقة ويحتاجها تنظيف وقصص. فأنا أبغى أقول لك يا صفاء، اقعدي مع نفسك، خليكي صادقة وواضحة. هل عندك نفس طويل لهذا البزنس ولا ما عندك النفس الطويل؟ إنك أنت تقدرين، عندك خيار إنك تسكرين هذا البزنس وتفتحين بزنس ثاني، أو ولا تنسين كل بزنس ممكن يتحور إلى بزنس ثاني. الموضوع يتوقف على درجة إبداعك. يعني أي بزنس موجود عندك الآن تحس إنك تورطت فيه أو انعقدت فيه أو كنت في زاوية، فكر شلون ممكن أحور هذا البزنس لبزنس آخر. شلون؟ إيش الفكرة الإبداعية اللي ممكن تقلب لي هذا البزنس لفكرة أخرى؟ قد تكون شبيهة، قد تكون كأنها فكرة مستقبلية أو فكرة قبلية. مرات تفتح بزنس لا تحس إنه في بزنس قبله يحتاج ينفتح، أو لا في بزنس بعده يحتاج ينفتح. مرات طلبات العملاء اللي تجيك تنبهك وتذكرك وين النقطة اللي أنت تحتاج تلقطها وتسوي منها بزنس. فهذه الأشياء كثير مهمة، كثير مهمة يا صبا. بزنس القهوة مكسر الدنيا، بيطيح قريب، بيطيح، راح تذكرين كلامي، سوف يسقط سقطة مدوية. طبعا الشاطر ما راح يطيح، الشاطر ما يطيح، لكن اقصد
خلاص القهوة كثر وكثر وصار فيه تكرار وصار فيه خرجت الفكرة عن مقصدها. خلاص راح يصير الموضوع الآن على مستوى ثاني، على مستوى أنه مين يقدر يكون مبدع أكثر، مين يقدر يسوي أسعار أفضل، ومين يقدر يخدم عملاء أحسن. طيب خلونا ناخذ أسئلة. تقول دكتورة والله تعبنا، يقول والله تعبنا نفهم نراضي الناس اللي تزعل من كيفها، وش الحل؟ وش الحل؟ صراحة ما في مشكلة على قولتك، يعني من كيفهم ما في مشكلة عشان تكون في حل. أنا دايما أقول اللي يزعل يطق راسه بالجدار، صراحة يزعل من نفسه هو يرضى من نفسه. ما هي مسؤوليتي إني أنا أعتذر أو إني أوضح أو إني أشرح أو إني أقول. زعل من نفسه يرضى من نفسه. لكن مرات شعورنا بالتأنيب أو إنه الطرف الآخر يعرف إنه هو ماسك الريموت كنترول حقك وهو يضغط على زر التأنيب، فبالتالي يتلاعب فيك، يتلاعب فيزعل، والوقت وقت ما يبغى يزعل، ويرضى وقت ما يبغى يرضى، و يعني لعب لعب. يعني مرات تسمع قصص يعني الناس تبكي منها، بس في نفس الوقت الموضوع مرة يضحك. يعني تشوف مثلا زوج وزوجة، يعني فجأة هو يزعل وهي ما تدري وش السبب، تقعد تقول وش فيه، وش القصة، وش السر، وش السر اللي مزعلك، ها، وتقعد تفكر وكذا، وتقعد يعني تبدأ تكتب أحداث حياتها، تتذكر هو ليش زعلان، الصباح أول ما قمنا، بعدين فطور، بعدين راح للدوام، بعدين اليوم كلم، يمكن هذيك السالفة، يمكن هذيك القصة، بعدين يرجع للبيت تقول يا ابن الحلال وش اللي مزعل، لو كنت مهتمة كان عرفتي. عجيب. وهكذا يعني طول اليوم وهي يعني لا هي مركزة في عيالها ولا مركزة في أهدافها ولا هي حتى مركزة إنها يعني تعطي لهذا الرجل بشكل طيب وبروح طيبة، مركزة تفكر بعمق بعمق، ويمكن تروح تسوي مديتيشن وكذا، يعني تتعمق تتعمق، تجي تحضر على انستغرام وتسأل يعني ما أدري وش في زوج وش اللي زعل بعمق، وش اللي يمكن تكلم خواتها وجيرانها وصديقاتها، وتتنادي صديقات تقول تعالى ونجتمع في الكافي الفلاني، زوجي ما ادري ايش فيه زعلان وعجزت. طبعا يمكن هي تبكي، يعني تبكي من القهر والالم، بس السالفه ضحك يا جماعه، الضحك الضحك يعني يعني بجد، يعني هذا الرجل او ممكن تكون المراه تسوي نفس الحركات، قاعدة وغرفتها وزعلانة منتفخة، يعني ما تدبر طمها كذا يعني، وما تتكلم، ويوم ورا كل يوم يقولها وش فيك يا بنت الحلال، وش فيك؟ ولا كلمة على يعني على الأقل قولي، على الأقل على الأقل تغشيشة، في تغشيشة ولا شيء. فهذول يعيشون نكتة، يعني مرة 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 رخيصة حياتهم. رخيصة يعني قاعدين يعبون فراغات ويعبون يعني ماذا حصل؟ لماذا فلان زعلان؟ يا جماعة يا جماعة الحياة أثمن من أنك تضيعها تحط هالألغاز للناس، أثمن. وبعدين إذا في شخص بيحط لك لغز، ما هي مسؤوليتك أنك تحل الألغاز. يعني هذه المرأة لو في أول موقف زوجها سوى هذه الحركة وخلته يزعل، إن شاء الله يوم، إن شاء الله يومين، إن شاء الله 10 أيام، إن شاء الله سنة، إن شاء الله سنتين، عنده مشكلة يجي يتكلم كرجل يحترم نفسه ويحترم هذه المؤسسة الزوجية، يجي ويقول تعالي يا فلانة، ترى أنت أخطيتي علي، ترى سويتي كذا 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 كذا، إيش ردك؟ أو هي تقول تعالي يا فلان، ترى أنت أخطيت علي، ترى سويت كذا 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 كذا، وأنا ما أرضى. تشوف هو يعتذر ويتكلم، هو يفسر، هو يبرر الموقف. فمن أول موقف يسوي لك الشخص الثاني إنه زعلان ومطلوب مني اني احل اللغز هذا، خله هو الغازه، خله هو يعيش وينتظر احد يجي يساله لما يفهم الموضوع. ما في احد بيحل الغازك صراحه، احنا في 2020 اللي فينا كافينا، والالغاز مالي الدنيا.
ما يحتاج احد يعيش معاي في البيت ولا قريب مني يعطيني الغاز صراحه صراحه، ما يحتاج. فبس انت سوها مره واحده كذا وصدقني الموضوع بيخلص على طول. شلون نخلي قلوبنا تتخلى عن شخص تعبنا واستنزف طاقتنا؟ أعتقد في كثير كثير أزمة فهم لقضية الحب وقضية دور القلب في حياتنا وفي تجربتنا الأرضية وخصوصا في الجسد المشاعري. والفترة اللي راحت كثير تكلمنا عن هذا الموضوع، لكن تظل تجي أسئلة تذكرنا بهذه الأزمة. حبك للشخص، انفتاح قلبك لمشاعر إيجابية تجاه هذا الشخص، لا يعني أنه تستمر تسمح لهذا الشخص أنه يتعبك ولا يستنزف طاقتك. لا يعني ما لهم دخل في بعض، ما لهم دخل. أنت تقدر تحب كل الناس، كل الناس، لكن في نفس الوقت أنك تلزم هذا بحد، أنك تقول هذا غلطان، أنك تبعد عن هذا، أنك تسكر الباب عن هذا، ما لها دخل، ما لها دخل. هذا شيء مستقل. الشعور الطيب للناس يفضل أنه يستمر، يفضل أن شعورك طيب تجاه الناس، لكن سلوكك عشان يضبط الحياة وعشان يخلي الحياة صحيحة ومستمرة بشكل صحيح. يعني خلنا نشوف ولله المثل الأعلى. الله يحبنا لكن بنفس الوقت في قوانين، في انضباط. هل هذا القوانين والانضباط تعني ان هو ما يحبنا، او تعني هو يكرهنا، او تعني هو معادينا؟ لا، بس في انضباط، في حدود، في طريقة. فطوال الوقت انت خصوصا لما تكون اكثر وعيا مطلوب منك تعلم الناس الطريقة، تعلمهم، مو عاد انك انت تروح العشرة أشخاص تقعد تدرسهم وتفهم. لا، أقصد في حياتك الشخصية الأشخاص اللي حولك طول الوقت مطلوب منك تعلمهم، توعيهم، تقولهم هذا الخط، هذا الحد، هذا يصلح، هذا ما يصلح، هذا مقبول، هذا مو مقبول. لكن أنا أحبكم، أحبكم بس هذا غلط، هذا غلط ما يمشي. أنا أحبك بس بسكر الباب، أنا أحبك بس انتهى وقتي، أنا أحبك بس ما عندي فلوس، أو بس أنا ما أشوف لك وجه حق في إني أعطيك هالفلوس هذه. أنا أحبك بس أنت تعديت حقك، تعديت حدك، وهكذا. فمهم أن نتذكر طوال الوقت أنه راح يحضر لحياتك أشخاص لديهم قلة وعي، لا يستطيعون التمييز الحدود ولا القيود ولا القوانين ولا النظام، ومرات ولا الأخلاق ولا الإتيكيت، كثير أشياء. في ناس ضاربين كل الأشياء عرض الحائط، لا دين، لا قانون، لا أخلاق، لا عرف اجتماعي، لا إتيكيت، لا طب لا وعي. طب في أي زاوية حاكيك؟ في أي زاوية حاكيك؟ لا أنت إنسان واعي أقدر أأمن جانبك، لا أنت إنسان متدين أقدر أأمن جانبك، لا أنت إنسان خلوق تعترف بالأخلاق أقدر أأمن جانبك، لا أنت إنسان تعترف بالقوانين أقدر أأمن جانبك، لا عندك إتيكيت ولا ذوق ولا أنت راقي. من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ كيف أتفاهم معك؟ فهذه الحدود، وهل موجود؟ نعم موجود وبكثرة، موجود وبكثرة. أشخاص أطفال يعني يديرون هذه المركبات بشكل لا واعي. تحبهم تحبهم، تعطف عليهم، تقول الله يعينهم على أنفسهم والله يعينهم على الحياة اللي راح تكون صعبة جدا، بس أنت لنفسك حق، لازم تعلمهم، لازم تضبطهم، لازم تذكرهم، لازم تقول استاب، أنا ما راح أعطيك من هذا الشيء، انتهى، ما عاد عندي فلوس، ما عاد عندي طاقة، ما عاد أقدر أساعدك، أنا مشغول، عندي شغل، ما عاد أقدر أسوي كذا، ما عاد أقدر، بس أنا أحبك. خلونا دائما نتذكر هذا الشيء. مرات احنا نعتقد انه لما احنا نحط حد او نضبط القانون او نضبط النظام انه الموضوع في كراهية وفي حسد وفي... لا، ما له دخل، ما له دخل. فالان يا حبيبتي يا نوف، اللي مطلوب منك بس انك انت تحاولين تفرقين ما بين انه انت تحبين الشخص
ما بين انك انت تضبطين الحدود، وممكن تبدأينها من خلال ضبط الحدود وبعدين تنتقلين للاشخاص الاقرب اللي يدخل فيها مشاعر عميقه مع ضبط الحدود. ايش رايك بازمه ممثله دره بعد زواجها؟ ما اعرف شو القصه، في قصه فاتتني يا جماعه، في حشه فاتتني، ما اعرف شو القصه، ببحث واقول لك. يعني هو موضوع يعني خطير ولا حدث طارئ ولا خليني بشيك. طيب يا جماعه انا تاخرت عليكم، اتمنى انكم تكونون استفدتوا واستمتعتوا من جلستنا اليوم، واذكركم عندنا كورسات التنظيف موجوده على الموقع sumaya369.net، الوعي الطفولي، السول ديتوكس، التنفس. في كثير اشخاص سالوني اخذ الوعي الطفولي ولا اخذ لا ما سالوني ابدا بايش، يعني جاوبت على السؤال ابدا بايش، الوعي الطفولي ولا السول ديتوكس. إذا أخذتهم كلهم ابدأ بالسول ديتوكس، ابدأ بالوعي الطفولي لأنها بتعالج الطفولة، بعدين سول ديتوكس توخر الأشياء الباقية ما بقي من الفوضى والحوسة اللي جواتك والملفات التعبانة. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.